السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة عالم التكنولوجيا لأخوكم نبيل ألا أسري. قبل كل شيء أتمنى أن تكونوا بألف خير وأن تكونوا بصحة جيدة يا ربي أمين. في هذا الفيديو سأخترع عليكم طريقة فرمطة الحاسوب مع تحميل الويندوز وأيضا مع التفعيل. قبل كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة، في الجرس لتصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك لأن دعمكم هو سبب استمرارنا، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم ومقترحاتكم لأنها تهمنا جدا. والآن أعزائي المشاهدين إلى الشرح. أعزائي المشاهدين، قبل عملية الفرمطة قوموا بنقل جميع الفيديوهات ديالكم والصور ديالكم والملفات ديالكم إلى USB، يعني أي تصويرة أو أي فيديو عندكم في الحاسوب قوموا بنقله من الحاسوب الى USB، يعني الحاسوب يبقى فارغ، ما تخليو فيه حتى شي حاجه باش ما تضيعش لكم التصاور ديالكم والتصور ديالكم، البي سي يبقى خاوي. ثاني خطوه، يجب ان تتوفرون على قرص سي دي يتوفر على الويندوز. انا عندي الويندوز 10. شوفوا انتم البي سي ديالكم شنو تدعم، تدعم 7 ديروا 7، تدعم 8 ديروا 8، تدعم 10 ديروا 10. وثاني خطوة تقوم بإدخال هذا السي دي، تقوم بإدخاله إلى الحاسوب. تابعوا معي، نتمنى نقوم بإدخال هذا السي دي، غادي نديروه في الحاسوب هكا، تخشيو هذا السي دي في الحاسوب، ثم غادي نقوم بنطفي الحاسوب. اذا ساقوم باطفاء الحاسوب، انا غادي نطفي الحاسوب ديريكت، ما غاديش نتفاهم السيستم لان الحاسوب عندي ثقيل بزاف، غادي نتفاهم ديريكت. وانتم ننصحكم ما تطفيوش ديريكت، قوموا باطفائه من السيستم، يعني ديماري اغيتي، انا ثقيل بزاف ما غاديش، غادي يحمقني، غادي نمشي نضغط، غادي نضغط على ديريكت، غادي نطفي الحاسوب ديريكت، غادي نطفي هكا، غادي نضغط على حتى يطفى. اذا بعد اطفاء الحاسوب تبعوا معايا مزيان. الخطوه المواليه غادي تقوموا باشعال الحاسوب. ملي تشعلوا الحاسوب، قبل ما يشعل الحاسوب غادي تبقاو تضغطوا على هاد F12، هاد F12 تبقاو تضغطوا عليها، يعني قبل ما يشعل الحاسوب هاد F12 هادي تبقاو تضغطوا عليها بحال هكا. الحاسوب راه قبل ما يشعل نتوما تضغطوا على F12. تابعوا معايا، تابعوا معايا. اذا كما تشوفوا معايا انا غنضغط، انا غادي نضغط على، غادي نشعل الحاسوب وان اوتوماتيكمون غادي نمشي على F12، بقى نورك على بحال هكا، بقى نورك على F12، بقى نورك على F12 بحال هكا، بقى نضغط على F12، نضغط عليها حتى يبان لي واحد الطابلو كما تتشوف. ها هو الطابلو ظهر معايا، تبعوا معايا كما تتشوفوا، ما تشوفش الليستة الاولى، تمشيو الليستة الثانية، هي اللي فيها سليم تيب، سليم تيب دي في دي، الحاجة هذيك اللي فيها دي في دي هي اللي تضغطوا عليها. نهبطوا لهذه اللي فيها دي في دي، يعني القرص اللي قحمناه في الحاسوب، وغنديرو بعد ما غادي نهبطوا لهذه الليستة اللي فيها دي في دي هكا كما تشوفوا معايا، غادي نضغطوا، نضغطوا على اونتخي، تبع معايا، نضغطوا على اونتخي، غادي نضغطوا على اونتخي، غادي نضغطوا على اونتخي، ظهر معنا واحد الميساج تيقول لك ضغط على اي كلافي، اي بوطونه في، ضغط على اي كلافي، تقول لك ضغط على اي بوطونه في البي سي، ضغط عليها وغتنتظر. اذا سننتظر، اذا تابعوا معي اعزائي المشاهدين، غادي نتبعوا المراحل. اذا كما تلاحظون معي هنا تكتبوا ليك اللونغ ديال لانستالاسيون فرونسي، المهم تضغط نتا على سويفون، نمشيو لهنا لهاد، المهم هنا غنمشيو لهاد سويفون كما تلاحظوا معايا، غنمشيو لهاد سويفون ونديرو اونتخي، نضغطو على سويفون هكذا، ثم تيقولو ليك انستالي مانتونون. هنا تعطيوك غيباري لورديناتور، ولكن من الافضل سير الانستالي مانتونون، نضغط على هاد انستالي مانتونو، نضغط عليها، تنضغطو على انستالي مانتونو، تعطيوك ديماراج دي بروغرام دانستالاسيون، يعني لانستالاسيون غادي يبدا عبر مراحل دائما.
تابعوا معي دائما. هنا كما تشوفوا معايا تقول لك اونتري لا كلي دو برودوي بور اكتيفي الويندوز. هاد لا كلي راه عندنا في القرص ديال السيدي، يعني كما تشوفوا معايا هاد السيدي هنا، يعني عندنا هنا الويندوز ديس اونتربريز عطينا واحد الكلي راه هو ان بي بي ار 9 الى اخره، وعندنا الويندوز 10 اونتربريز ال تي اس بي. المره نختار الاولى، نختار الويندوز 10 اونتربريز اللي فيها هذا الكلي. اذا ندخلوا هذا الكلي هذا هاد البلاصه ديال الكلي، اذا ساقوم بادخال هذا الكلي. عندنا ان بي بي ار 9 ثم غتكتب اف. هذيك تيريب، هذيك تيريب بلا ما ديرها اوتوماتيك، ملي ديرها انت ملي تكتبو ان بي بي ار 9 ما ديرش تيريب، تكتب ديريكت اف هي تجي تيريب اوتوماتيك، اوتوماتيك تكتب تيريب. المهم اف دبليو دبليو دي سي اكس 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 كيما تشوفوا معايا، كيما تشوفوا معايا هنا هنا كيما تشوفوا معايا عندنا الان بي بي ا نف تيريب. هاديك تيريب بلا ما تكتبها غاتدير الاف تتعطيك تيريب دبليو في دي سي اكس، يعني من موراها دي راه ما كاين، كاين واحد التيريب تما انت ما ديرش هاديك التيريب، تكتب تكليكي على دي غاتعطيك تيريب. لاحظ معايا انا نضغط دابا على دي، هاهي نضغط على دي، يعني نضغط على دي، هاهي نضغط على دي ونشوف شنو غاتعطيك. غاتعطيك التيريب يعني بلا ما دير تيريب، غاتكليكي على دي وغاتعطيك تيريب. ونكمل انا لو كلي جوج سي 8 سي، ثم بعد ذلك سنضغط على سويف. وبعد ما كتبنا لو كلي، هاد لو كلي راه هو اللي عندنا هنا، هاد لو كلي اللي هنا راه هو اللي عندنا هنا في ويندوز اونتربريز، راه هو هذا داك التيريب بلا ما تكتبها، تكتبها الكلي هادوك الحروف، تكتب على الحروف اوتوماتيكمون تجي هذاك التيريب، تيريب ما تكتبوهاش اوتوماتيكمون، ملي تكتبوا الحروف متابعين غادي تعطيك تيريب. مثلا الا تكتب ان بي بي ار 9 من موراها دير اف، ملي دير اف تكتب تيريب اوتوماتيكمون صافي. من بعد ما تنكتبوا هاد الكلي هذا غنمشيو نضغطوا على سويفون، يعني نضغطوا على سويفون. هذه المرحلة الموالية تقول لك ويندوز 10 انتربريز 86 عطيك 10/7/2015 هو ويندوز 10 انتربريز 64. انا عندي في 64 غادي نمشي ل 64، شوفوا نتوما على حساب الحاسوب ديالكم. نضغط على 64 وغادي نمشيو لهاد سويفون، نديرو سويفون. هنا تعطيوك هاد الميساج هذا تيقول لك جاك سيفت لي تيرم دي كونترا دو ليسونس، يعني تمشي لهاد تمشي لهاد الخانة هادي ودير فيها كوشي. شوفو يعني دير لهم دير جاك سيف هما دير جاك سيفت هاكا وتمشي لسويفون، نمشيو نضغط على سويفو. ثم بعد ذلك غنمشيو لهاد بيرسوناليزي انستاليزي انيكمون ويندوز افونسي، باش هنا نانستاليو غير الويندوز، يعني كاع داك لي فيشي و هداك الشي اللي عندنا. حنا اصلا ديجا قمنا بنقل التصاور ديالنا و لي فيشي ديالنا نقلناهم في يو اس بي، يعني باش هاد سميتو هاد الفورماطاج يكون من الجدر، يعني حتى حاجه ما تبقى، يعني ان تكون البي سي تفورماطا مزيان، يعني تفورماطا بالوين، يعني تفورماطا
تبقى فيه حتى شي حاجه تفورماطا من ازيرو. اذا سنضغط على انستالي ويندوز، انستالي انيكومون ويندوز افونس. حنضغط هنا، بعد ذلك حنا نمشيو الفوق، نضغط على الفوقانيه الفوق هكاك، وغادي نمشيو نمشي ديريكتومون ولا سيبريمي، يعني غنسيبريمي سيبريمي هذاك الميموار ديال السيستم. سيبريمي هكا سيبريمي، نمشيو اوكي، نديرو اوكي، نتسناو باش تسيبريمي، يعني تسيبريمي السيستم، يعني تسيبريمي كما تلاحظ هنا معي، يعني خمسة واحد الثانية نضغطو عليها، غنمشيو أيضا إلى سيبريمي ونديرو أوكي، ننتظر قليلا. أيضا تسيبريمات كما تلاحظون معي، العدد اللي هنا هو اللي هنا، يعني حتى حاجة ما كاينة، يعني 297.5 ديال اللي هنا. غنمشيو لهاد لابارتي الثانية، وغادي نديرو أيضا سيبريمي، نضغط على سيبريمي ونقوم بالضغط على أوكي، ننتظر قليلا. كما تلاحظون معي الآن البي سي هو ما بقات فيه حتى شي حاجة، يعني جميع الـ سميتو يعني السيستم خوا ديال الحاسوب، الحاسوب ما بقات فيه حتى شي حاجه. الويندوز اللي كانت فيه قديمه تحيدات كامله من الجدر، يعني ما بقى عندنا والو، الحاسوب ولا عندنا نظيف. غادي نمشيو اذا وغادي نضغطو على سويفو، بعد ما الحاسوب تنفورماطيو نسيبريمو من نوع الويندوز القديمه، ما تبقى عندنا والو في البي سي، تبقى البي سي ديالنا خاوي. تنقومو بعملية سويفو كما تشوفوا معايا هنا، كوبي دي فيشي ديال ويندوز، تتمشي للمرحلة الثانية اللي هي بريباراسيون دي فيشي بوغ لانستالاسيون. إذا عملية لانستالاسيون هي بدات معنا، الويندوز غادا تبدا معنا في التحميل، كما تلاحظون 1%. حتى توصل 100% غادي تدوز عاوتاني لانستالاسيون دي فونكسيوناليتي، وتمشي عاوتاني للمرحلة الثانية كما تلاحظو معايا اللي هي لتحت انستالاسيون دي ميزاجور، ثم تمشي لأون كوغ داشيفمون، وهكذا مرحلة لانستالاسيون تمشي اوتوماتيكمون، نتوما غير تراقبو لانستالاسيون. إذا هي وصلت 100% اوتوماتيكمون، دوز المراحل بسرعه، هنا تتم المراحل ديال لانستالاسيون بسرعه. هانت انستالاسيون دي ميزاجور بسرعه، دوز انكور داشيفمون، تكتبوا لك ويندوز دوا غوديماري فوتر اورديناتور بور كونتيني، يعني البي سي بقى يتفشل باش العمليات الفرم، باش عمليات لانستالاسيون ديال الويندوز تتم البي سي تاعكم يبقى يتفشل. هادي قضيه عاديه، هذا الامر عادي بالنسبه للانستالاسيون، البي سي غادي يبقى يتفشل باش تتم عمليه لانستالاسيون. مازالت عمليه ديال لانستالاسيون، préparation des périphériques. يعني نتوما ما ديروا حتى شي حاجه، لانستالاسيون تتم اوتوماتيكمون.
من بعد تعطيك واحد الميساج لتحت، هنا تعطيك بارامتر دو بيرسوناليزاسيون، يعني الا بغيتي تبيرسوناليزي البي سي ديالك، وهنا تعطيك اتيليزي لا كونفيغوراسيون رابيد. غادي نضغط انا على اتيليزي لا كونفيغوراسيون رابيد باش نختصر الوقت. هنا تقول ليك بتيت انستون، تصنع شوية يعني الانستالاسيون غادي تتم. من بعد هنا تعطيك نون ديتيليزاتور، سيليكسيوني فاتر مو دو باس، انتري ان نوفو مو دو باس، انديكاسيون دو مو دو باس. ما بغيتيش دير ليه المو دو باس، ما بغيتيش دير ليه المو دو باس، غتمشي ل سويفون. ما ندير ليه المو دو باس، لا انا ندير سويفون ديريكت، ولكن ضروري خصك دير لونو، ضروري تقول لك هنا تطلب منك لونو. لونو غندير فيه انا سمية بنتي، ندير دعاء. غادي نمشي هنا ندير سويفون. لا بغيتي دير المودو باس، دير هنا المودو باس على حساب لما بغيتي حتى واحد يقاسلك البيسي ديالك، تدير المودو باس. انا ماشي عنديش مشكل، غادي ندير سويفون، ندير غير السمية، ندير هنا سويفون. إذا لانستالاسيون تمات، تيقول لك بونجور، يعني صافي لانستالاسيون ديال البي سي انتهت. تقول لك نو بريبارون فوتر سيستيم، يعني هنا تبدا البريباراسيون ديال السيستيم. هنا يقوم بالبريباراسيون ديال السيستيم. سيت اوبيراسيون نو فا با بروندر لونتون، يعني قال لك هاد العملية ديال البريباراسيون ديال السيستيم ما تطلبش وقت كتير. هنا تقول لك لونسي فو، يعني راه الويندوز تمت بنجاح كما تلاحظون معي. هذا الويندوز هي الويندوز، عملية لانستالاسيون ديال الويندوز تمت بنجاح. ما تبقى عليكم غير في هذه المرحلة هذه ملي تتم عملية لانستالاسيون، قوموا بتحميل جوجل كروم لي زابليكاسيون اللي تحتاجو. قوموا بتحميل جوجل كروم، افاست، شي تطبيق ديال انتي فيروس، مو اي تطبيق تحتاجونه غتقوموا بتحميله، برامج ديال المونتاج. المهم تقوموا بتحميل البرامج اللي تحتاجوها في هذا الحاسوب ديالكم. والمرحله الاخيره اللي نقوم معكم بها وهي عمليه تفعيل الويندوز. اذا بقاو معنا، غادي نمشيو ل سميتو الويندوز، نمشيو للسيستم ديال الويندوز، نضغطو هنا بارامتر، نمشيو لبارامتر، نو بارامتر نضغطو عليها، نمشيو سيتي السيستم، نضغط على السيستم باش تعرفوا ان الويندوز راه متكونش مأكتيفيا. يعني نمشيو لهنا انفورماسيون، نمشيو الانفورماسيون ديال السيستم، نضغط عليها انفورماسيون ديال السيستم، وتمشيو لهاد تكبروا الصورة باش تشوفوا واحد الميساج عطاو عليكم. يقول لك ان الويندوز راه ما مأكتيفياش. المهم تمشي تضغط هنا، تضغط هنا على انفورماسيون ديال السيستم، تضغط هنا انفورماسيون ديال السيستم. كما تلاحظون ها هي الويندوز 10، يعطيك واحد الميساج هنا تقول لك الاكتيفاسيون ديال الويندوز. تعطيك هنا اكتيفي الويندوز، تقول لك الاكتيفي الويندوز، يعني ان الويندوز راه ما اكتيفياش.
تقول لك اكتيفاسيون دو ويندوز، تقول لك هيا، تقول لك ويندوز ني با اكتيفي، ويندوز ني با اكتيفي. كيفاش غنأكتيفي هاد ويندوز؟ غادي نعطيكم واحد التطبيق ستجدونه في صندوق الوصف، قوموا بتحميله وغادي نوريكم الطريقة كيفاش تأكتيفيو الويندوز، تابعوا معنا. إذا لتفعيل الويندوز سنحتاج إلى برنامج، هذا البرنامج اسمه كي ام سي بيكو، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. إذا سأشرح في شرح هذا البرنامج وطريقة طريقة التفعيل الويندوز. إذا سنقوم أول شيء بتحميل هذا البرنامج، ثم سنقوم بالضغط ضغطتين عليه هكذا. سيطلب منا كلمة المرور، كلمة المرور هي من 1 حتى 5، 1 2 3 4 5 كما تلاحظون معي، من واحد حتى 5، هذه هي كلمة المرور، 1 2 3 4 5. ثم سنقوم بالضغط على أوكي هكذا وننتظر قليلا، سننتظر قليلا، هنا ستبدأ عملية التفعيل. إذا عملية ستبدأ عملية التفعيل، نعم، بتتبع هذه المراحل. سنضغط هنا على وي، ثم سنضغط على نيكست، ثم نضغط هنا على اي اكسبتون دي اغريمنت، نيكست، ثم نيكست، نيكست، هكذا ستبدا عمليه التفعيل في هذا البرنامج كي ام سي بيكو، برنامج جيد. ساترى لك سترون معي ان الويندوز قد تم تفعيلها بعد نهاية عملية التفعيل من طرف هذا البرنامج. ننتظر قليلا، هنا عملية التفعيل ستتم. إذا عملية التفعيل قد تمت بنجاح. إذا لكي نتأكد بأن عملية التفعيل تمت بنجاح، سنأتي هنا كما تلاحظون معي، نضغط هناك في هذا المكان، مكان الويندوز هنا، ثم سنضغط على بارامتر، نضغط على بارامتر، ننتظر قليلا، ثم سنأتي إلى مكان السيستم، نضغط على السيستم هكذا، ثم سنأتي إلى الأسفل انفورماسيون سيستم، ونضغط هناك، سنضغط هناك، ثم سنأتي إلى الأسفل ونضغط على أيضا على انفورماسيون سيستم هكذا. كما تلاحظون معي الويندوز 10، كما تلاحظون معي اكتيفاسيون دو ويندوز، إذا كما تلاحظون معي الويندوز اي اكتيفي، إذا الويندوز تم تفعيلها من طرف هذا البرنامج، البرنامج اسمه كي ام اس بيكو. إذا الويندوز تم تفعيلها بنجاح، الويندوز اي اكتيفي. إذا إلى هنا أكون قد أتممت الشرح، أتمنى أن تستفيدوا معنا، وأتمنى أن تكونوا بألف خير، وإلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.